السلام عليكم. نظرا للتحديثات التي قامت بها اليوتيوب وذلك بإضافة هذه زر الجرس، ندعوكم جميعا أحبابي بتفعيل زر الجرس في الهاتف أو الحاسوب، وهذا كله من أجل التوصل بجديد القناة فور نشره. والسلام عليكم. نتمنوا للكل انه بدات يرد البال للنظام الغذائي ديالو، خصوصا النساء وخصوصا بعد الحلقه ديال فيتامين دي، لان المساله هي مساله مهمه ومساله ضروريه وخصنا الكل نردوا لها البال وخصوصا بالنسبه لوليداتنا. سي نبيل عياشي، تاخذ علينا كثير اننا تنحاربوا الحليب ومن بعد تنوصيو باخذ الحليب. نعم. هادشي ما كاينش. الحليب حنا ما عمرنا ما قلنا بانه ما خاصوش يتخاد، وانا اتحمل مسؤوليه هذا الكلام. فتيبقى الحليب والمشتقات ديالو دائما مصدر مهم من الكالسيوم. بطبيعة الحال، بطبيعة الحال تيبقى الحليب هو المصدر الرئيسي ديال مادة الكالسيوم، وكيف ما قلتي حنا تنتحملوا بطبيعة الحال المسؤولية ديالنا فيما يخص المسألة دي، لأن لحد الآن ما كاينش يعني إثباتات علمية صريحة تتقول بأن نهائيا. وشوف شي، واخا أنا تنقول دائما واحد المسألة، لأن دائما هي البوصلة توجه في بعض الأغذية الطبيعية، والسبب هو باين باش ما نقيسوش واحد الأغذية اللي هي اقتصاديا وماركتينيا بعيدا على الماركتينج، بعيدا على كل مصالح ماديه او غيرها. فاحنا تنهضروا على الجانب الغذائي بطبيعه الحال. فملي تنجيو نقولوا لا راه الحليب ما مزيانش، لا راه الخبز دابا ولا الجلوتين، دابا واحد الحمله نايضه ضد الخبز ديال الزرع، تقول لك الناس ما الانسان ما خصوش ياكل الجلوتين. اكثريه الناس اللي تيحافظوا على الرشاقه ديالهم باش يضعفوا، تيقول لك شوف هذه امور. ملي تنهضروا على الحليب راه تيبقى دائما ويعتبر عنده قيمته الغذائيه، تيجيب لنا البروتينات والسكريات والدهنيات. وكيف ما تقول سي لا دوز، لا دوز هي المشكل. طبعا حاجه ما نقولوش الناس يشربوا الجيترو ديال الحليب في النهار، بطبيعه الحال الكاس ولا جوج ديال الكيسان في النهار هما كافيين. تنضلوا نوصيو على اللبن بطبيعه الحال. يعني كل هذه اغذيه، لان المشكل ان الناس يسمعوا بعض الدراسات اللي دارت في امريكا ولا اللي دارت في الغرب، ونعم ممكن اننا ناخذها بعين الاعتبار ولكن ما نسقطوهاش بنسبه 100%، لان الحليب الامريكي ماشي هو الحليب المغربي. الحليب يعني فكاين هناك فرق كبير وشاسع، وما عندهم امور يعني. هذه كانت اشاره كانت ولا بدا منها في كل وقت معاه، لكن ما تعنيش بان الكالسيوم كاين غير في الحليب والمشتقات ديالو، كاين في منتوجات اخرى غادي نتعرفوا عليها معك سي نبيل عياشي. نعم. المشكل اللي كاين الان ديال الكالسيوم هو ان الاغلبيه ديال الناس صبحوا تيعانيو من هذا النقص كذلك في الكالسيوم، وبطبيعه الحال المساله راجعه لتعاملنا مع هذه الاغذيه اللي فيها الكالسيوم، وكذلك طريقه ولا نمط العيش ديالنا. وخصنا نعرفوا بان الكالسيوم عنده دور مهم جدا، سواء في السويه في الخلايا العصبيه، بالنسبه حنا تنعرفوا بان عنده دور بالنسبه للعظام، لان تيكون العظام عنده كذلك علاقه بالنسبه للخصوبه، سواء بالنسبه للرجل ولا للمراه، عنده علاقه بافراز اللعاب بالنسبه للفم، عنده علاقه في الهضم الى اخره. فهاد الكالسيوم او الهضم ديال الكالسيوم هي سيت اون ابسوربسيون كي كومبيتيتيف. هاد لابسوربسيون كومبيتيتيف سافو دير يعني فيها منافسه. فيها منافسه. الوغ مزيان، هاد المنافسه مع من؟ مع املاح معدنيه اخرى. وهنا غنشوفوا الحكمه باش مصايبه الاغذيه. نعطيك مثال بسيط جدا، هو ان الكالسيوم عنده منافسه في الهضم ديالو مع الفوسفور. مزيان. يعني ملي تنهضروا على ابسوربسيون كومبيتيتيف سافو دير اللي بزاف هو اللي غادي يدوز. مزيان. الوغ ملي تنهزوا الحليب، الحليب فيه الكالسيوم وفيه الفوسفور. دونك الناس غيقول لك هو دونك ما تنستافدوش من الكالسيوم، ولكن لا، نسبه الكالسيوم على نسبه الفوسفور تتفوق واحد، يعني هناك نسبه اكبر من الكالسيوم على الفوسفور، وبالتالي شكون اللي غيدوز غير هو الكالسيوم. دونك هنا كاين هناك امور اخرى، كاين هناك عوامل اخرى تتكبح امتصاص ماده الكالسيوم. كاين هناك المغنيسيوم تيمنع الامتصاص ديال الكالسيوم، كاين هناك الكافيين اللي تتمنع الامتصاص ديال الكالسيوم، داكشي علاش ملي تنديروا الحليب في القهوه راه زيرو كالسيوم. تنستافدوا من الامور الاخرى اللي كاينه في الحليب ولكن ماشي من الكالسيوم. كاين هناك المغنيسيوم اللي ما داش كالسيوم غيدوز المغنيسيوم. غيدوز المغنيسيوم وغيدوز الكافيين. كاين هناك ماده اخرى، مكون غذائي اخر اللي هو الاسيد فيتيك. هذا الاسيد فيتيك فين كاين؟ كاين في الخبز. وعلاش هنا غنرجعوا للخميره البلديه؟ حيت الخميره البلديه اش تدير؟ تتهرس هذا الاسيد فيتيك. وبالتالي واخا تدير الخبز والفرماج مثلا ولا خديتي الخبز مع الحليب تتستافد من الكالسيوم، لان ما كاينش لاسيد فيتيك. باغ كونتخ الخبز اللي ما مصيبش بالخميره بلديه فيه لاسيد فيتيك تيمنع الامتصاص ديال الكالسيوم. يعني ملي تدير الخبز بالفرماج مثلا راه ما تتستافدش من الكالسيوم، طبعا كاينش بالخميره بلديه. فوالا. الا كان بالخميره بلديه كاين فيها لافيتاز اللي هي تتهرس لنا داك لاسيد فيتيك، وبالتالي تنستافدوا من هذيك، ماشي غير الكالسيوم، هذا الاسيد فيتيك تيمنع جميع الاملاح المعدنيه باش ما تدوش. دونك تنستافدوا 100% من الكالسيوم. تنستافدوا 100% من
الكالسيوم عجيب. من الاملاح المعدنيه الاخرى. فهذا الامتصاء وكاين هناك السبب اخر للنقص في الـ في 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 في, في الكالسيوم في الجسم ديالنا هو النقص في فيتامين دي اللي تحدثنا عليه يوم امس، لان هناك علاقه مباشره، علاقه وطيده ما بين الكالسيوم والفيتامين دي. يعني لا فيتامين دي تترفع من نسبه امتصاص هذه الماده ديال الكالسيوم، فعدم وجود فيتامين دي يعني نقص مباشره في الكالسيوم. لبعض الاحيان يقدر يكون ما راجعش النقص في تناول الكالسيوم، يقدر يكون رجع النقص في وجود لا فيتامين دي داخل الجسم ديالنا. فالناس ملي يشوفوا بان عندهم نقص في الكالسيوم يديروا التحليله ديال لا فيتامين دي. في غالب الاحيان تيداروا بجوج، ولكن الا ما كانش عنده ديال لا فيتامين دي يدير تحليله ديال لا فيتامين دي، لان الا كانت ناقصه هذا يعني بان تقدر تكون هي سبب في نقص ديال هذاك الكالسيوم. الان الناس اللي تعانيوا من نقص في الكالسيوم، كاين هناك بعض الامراض اللي مباشره تتادي لنا نقص في الكالسيوم. وغنرجع دائما المشكل ديال القصور الكلوي، الناس اللي تعانيوا من القصور الكلوي عندهم كلهم ليبوكالسيمي. فهاد الحاله ما تنعالجوهاش بالريجيم، وهذا موضوع اخر. الوغ بالنسبه للاشخاص العاديين اللي ما تيعانيو من حتى شي مرض ولكن عندهم نقص في الكالسيوم، هنا الطريقه ديال العلاج باش نعالجوا هذاك الليبوكالسيمي اللي كاينه، تنركزوا على الاغذيه اللي فيها الكالسيوم، ولكن امتاش يمكن لها تخاد هذيك الاغذيه وكيفاش خصها تمكن لها تخاد. فملي تنهضروا على الحليب والمشتقات ديالو ولا على الجبن ولا على اللبن، فماشي غير تنجيو تناخذوها، تناخذوها خارج الوجبات، تناخذها مع العشره او مع الربعه ديال العشيه. يمكن ناخذ قهوه حليب ديالي الصباح، يمكن ناخذ خبز في الفرماج في الصباح، ولكن ما غيكونش هذاك هو المصدر الوحيد ديال الكالسيوم. علاش؟ ان هذاك الفرماج درته مع الخبز، حليب درته مع القهوه، وبالتالي ما بقاش عندي كالسيوم. ولكن اللي غناخذو مع العشره، غناخذ فرماجه ولا غناخذ كاس الحليب ولا ناخذ كاس اللبن، هنا غنكون مع العشره ديجا داز الفطور وغناخذو بوحدو، وبالتالي غنستافد من هذاك الكالسيوم. نفس الشيء بالنسبه للعشيه مثلا مع الربعه ولا الخمسه ديال العشيه، نفس الشيء. بطبيعه الحال كاين هناك الكالسيوم في بعض الاغذيه اخرى، كاين هناك ليشو مثلا، ليشو اللي هو غني بالكالسيوم، المكور اللي هو غني بالكالسيوم. كاين هناك البرتقال كذلك اللي فيه كالسيوم، ولكن باش نوصلوا لنفس الكميه اللي غتجينا من الحليب راه خصنا دي كيلو ديال ليشو باش نوصلوا لنفس الكميه ربما اللي كاينه في كاس ولا جوج كيسان ديال الحليب. فاحنا ماشي ضد، بطبيعه الحال ماشي ضد ليشو، خاص يتخاد ليشو، هضرنا وشفنا الفوائد اللي فيه، ولكن غير باش نبين للناس بان راه هذا ما تيمناش اننا خصنا نحبسوا الحليب بشكل نهائي او نحبسوا ليشو بشكل نهائي. احنا ماشي دائما نمشيو ليزيكستخيم، غناخذوا ليشو وغناخذوا الحليب وغناخذوا الغذاء الاغذيه ديالنا تكون متنوعه باش نسدوا الاحتياجات ديالنا. غير بالنسبه النقصان في هذه الماده ديال الكالسيوم، الناس ما خاصهمش يستهنوا بها، لان هو تعطينا من بين المرض اللي تتعطينا النقص في الكالسيوم مرض مباشر ومرض اللي هو صعيب، اللي هو هشاشه العظام. فهشاشه العظام تتنتج على عدم وجود كميه كافيه من الكالسيوم، والكالسيوم الجسم ديالنا تيحتاج تقريبا ما بين 800 حتى 1000 ملي جرام في اليوم. المراه الحامل تحتاج نسبه اكبر، الاطفال كذلك تحتاجوا نسبه مهمه من الكالسيوم، الناس الكبار كذلك. الناس الكبار خاصهم يتناولوا منتوج حليبي في اليوم، الناس الكبار يعني اللي تيوصلوا للشيخوخه ضروري خاصهم يتناولوا واحد ندير غير الجبينه ديال الدار، الجبينه ديال الدار البلديه، اللبن، زبده بلديه، يعني هذه كلها اغذيه اللي الثمن ديالها ما مرتفعش، اللي يمكن اننا نتناولوها بشكل يومي. من بعد كاين نقطه كذلك اللي هي مهمه، هما الناس من يديروا الشطون من يقول لي زونشوا، فيحاولوا ما يمكن انهم ياكلوا هذاك الشوك ديالو، يحاولوا ياكلوا هذاك الحس ديالو ولا الشوك ديالو لانه غني بالكالسيوم. صحيح. او حتى ملي يديروا مثلا الكفته ديال السردين، مي السمسور ما غاديش يتطحن مزيان، قبايل غير الشويكات يقطعوهم بالجنب ويطحنوهم، فمازال هذه كميه ديال الكالسيوم. لان كميه الكالسيوم اللي كاينه، لان الكالسيوم تنعرفوا انه تيمشي للهضم، وبالتالي فالحوت كذلك فيه نسبه الكالسيوم اللي هي مرتفعه وتيمشي لهذوك الشوك ديالو، وبالتالي فتنجيبوا كميه، فشطون الشوك ديالو صغير وممكن انه يتناول ناخذوه هكاك، وغادي نجيبوا كميه كبيره للجسم ديالنا من الكالسيوم. اذا الفقره ديال النصائح الغذائيه اليوم غادي نكملوها كالعاده بوصفه او وصفتين. اليوم غادي نعطيكم واحد الطريقه باش تصوبوا بريوات، طريقه من اسهل ما يكون. انا كنت نديرها ملي كنت صغيره، فريمون صغيره، باقا في الكوليج وتنديرها والله العظيم. حيت سهله، ما تحتاج حتى شي حاجه، يكفي انكم تكونوا تعرفوا الطوي والبريوات. تاخذوا المثلثات ديال الجبنه، تتقسم على جوج على الطول ديالهم، على الوسط ديالهم. كل مثلث تدير به بريوة. كل مثلث يكفي، فقط ما تزيد لا ملح لا كام ولا حتى حاجه. لويهم نورمالمون تنقليوهم، مي انا غنقول لكم ديروهم في الفران، ماشي مشكل. تقدري دير معاهم شويه ديال السكر والقرفه،
ولا غير السكر بوحدهم ماشي لذاد تيجيو زوينين ورخاص والو والو باكيه ديال 16 تخرج لك 32 بريوه 32 بريوه دوزك شهر وحده تقدر تخليهم في الكونجيلاتور وتيبقاو مزيانين فاش تبغيهم قليوهم ولا تخليهم في الفران دير معاهم شويه السكر الا كان تعجبكم هذاك الملح الحلو الا ما كانش تاكلهم غير هكاك مقرمشين وفوندون لداخل تيكونوا لذاد حاجه واحده اخرى بزاف الناس رسلوا لينا بغاو لا غوسيت ديال الياغورت في البيت انا دائما تنصوبها حتى هي من اسهل ما يكون الا كانت عندكم لا ياغورتيير تبارك الله راه دير اكزاكتومون 100 درهم بسبعة القريعات ديالها الا ما كانتش كفي غير هذوك القريعات ديال الزجاج ديال الياغورت اللي تناولتوه بقاو عندكم ما حتاجوش حتى الغطايات ديالهم اسيدي لا لا غير صوبوا هذه الطريقه راه سهله يترد الحليب بالاخضر من احسن ما تاخذوش ليا شطي خذوا الحليب ديال اليومي ياك اترو ديال الحليب ماشي تتغليو غير تدفيه شي شويه مع ياغورت طبيعي هو اللي غادي يدير لنا هذيك لا فيرمونطاسيون انا دقته باش نسمح لي سميره نقاطعك انا دقته وجابته سميره ودقته غزال ما عندي ما بصراحه جا غزال الله يعطيك الصحه دونك ياغورت طبيعي تدير فيه المقدار اللي بغيتي ديال السكر انا تندير ثلاثه المعالق ديال ثلاثه معالق ديال الزيف كبار معالق كبار ثلاثه معالق ديال السكر معاه تنبقى نحرك حتى يذوبوا هاد المكونات تنخلط معاه تنحيدو من العافيه وتنخلط معاه ثلاثه المعالق ديال الحليب المجفف والياغورت ديالنا هو وجد صافي تنكبوه على هذوك الغريفات ديال الزاج كانت عندكم لا ياغورتيغ تديروها في لا ياغورتيغ ما تاخذش الضو بزاف تخليها واحد ثلاثه السوايع حتى تيجمد من بعد تديرهم في الثلاجه الا ما كانش لا ياغورتيغ طيبتو خبز طيبتو حوت طيبتو اي حاجه تطفيو الفران ديروهم في ان با ماري يكون الماء دافي شي شويه وخشوهم في الفران بعد خطراس ما تخشوهمش حتى في الفران لان الجو سخون في با ماري تندير عليهم منيدير تنخليهم حتى تيعقدوا بوحديتهم من بعد تنديرهم في الثلاجه لذات بزاف صحيين تتحكموا سورتو في السكر دونك هذا مصدر ديال الكالسيوم ما تهونوش به وياغورت طبيعي وديال البيت اللي مالا برافو عليك الله يبارك فيك شكرا لكم على حسن التتبع والوفاء ديالكم